كل من بنى مسجدا وضع فيه من يشاء وما يروق له دون أن ينظر إلى هذه الأوصاف. ولذلك بعضهم قد يكون إماما لبعض المساجد الكبرى التي لو وضع فيها من هو حافظ للقرآن وحسن الصوت وطالب علم نفع الله به من في الحي ونفع الله به من هم خارج الحي، لكن يوضع بعض الأشخاص في مساجد وجوامع فيها من الإمكانيات ما يعطلها إمام المسجد، يصلي ويخرج وكأن الأمر لا يعنيه. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند البخاري: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قيل ما إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ليس هذا فيه مناصب الدنيا فحسب، لا، حتى في المناصب الدينية